ما تضمنته الوثيقة الأمريكية الأخيرة بشأن وجود اتفاق بين موريتانيا وتنظيم القاعدة تدفع بموجبه موريتانيا 20 مليون أورو مقابل عدم تنفيذ القاعدة هجوما ضدها. وقال الناطق باسم الحكومة إن ما ورد في الوثيقة يؤكد أن موريتانيا تعتبر من أشد خصوم القاعدة في المنطقة. منشور نفسه حد قراه كامل يعرف انه يكذب نفسه بنفسه، يعني يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه، على عدم حدوثه على الاقل. اولا هو يقول انها نيه اتفاق وليس اتفاق، هي محاوله او مقترح لاتفاق. ثانيا يقول انه 2010 سنه 2010 انت ما تعرف عن موريتانيا دخلت في مواجهات مع تنظيم القاعده وراء 2010 و2011 و2012، تعرفون جابتهم سيارات متفجره، تعرفون انها طردت في مالي، وهذا يدل ايضا على انه لم يقع. ثالثا يقول انه موريتانيا اعطت انه مطلوب فيه او من بونودو ان موريتانيا تعطي 20 مليون اورو للقاعده، وهذا ايضا تعرف عن موريتانيا ما اعطت 20 مليون للقاعده ولا هي تعطيها، القاعده هم الامارات 20 مليون اورو. هو فقط يعطي دلاله اعلن فعلا اللي مثلا اقترحوا او استصوروا انهم يعرفوا على طم اللي راي القاعده في المنطقه انه موريتانيا وهي اشد اعدائها،